الحوت، الحوت متألم، الحوت عنده عنده حزن، في حزن حزين، وزي ما تقولوا هو في عاصفة داخل جوه، عاصفة بالظبط هو جواها دلوقتي، السمع مغيمة تماما، والدنيا لا الدنيا مش ظريفة عنده، وفي حالة دفاع عن النفس أو في حالة منافسة شديدة. بيعافر، لا متوتر، الحوت متوتر وعنده لا عنده مشاكل، والموضوع بيوسع مش بيصغر، الموضوع بيوسع، الأطراف عمالة تزيد، العقبات بتزيد، يا إما عقبات كتيرة بتقابلك، يعني كل ما تخرج من حاجة تخش في مشكلة تانية، عقبات كتيرة عمالة تقابلك، معاكسات، إما إنه أطراف كتير داخلة في المشكلة. طيب نصيحتي كانت ليكم يا جماعة، نصيحتي للموضوع ده، أي أطراف ملهاش علاقة بالموضوع أو مش طرف، أرجوكوا يعني طلعوهم طلعوهم، هتلاقوا المشكلة قلت هتصغر على طول، طلعوا بس الناس اللي ملهاش لازمة دي. لكن في تطور مادي الحمد لله، إما تطور أو استقرار مادي، يعني حالة أمان، الحالة المادية الحمد لله فيها استقرار وفيها تطور، ولامم عيلتك كده حواليك وحاجة الحمد لله فيها في نعمة، في نعمة حلوة الحمد لله. الحوت والتضحية، الحوت والتضحية، الحوت مضحي، جاي على نفسه، لسه بيجي على نفسه، وقلنا الموضوع ده يا جماعة والله اتغير، أنا قريت فيه في الحركة بتاعت الكواكب عندنا، خلاص موضوع التضحية اللي زيادة عن اللزوم ده، الحوت هيبتدي يخرج من البوتقة دي، نبتدي برضو نشوف نفسنا شوية ونهتم بنفسنا، مش أنانية والله، لكن خلاص يعني اعمل اللي عليك وخلاص، بلاش التضحية بزيادة دي، يعني تعبان يا حوت، متبهدل، ليه تبهدل نفسك؟ ركز مع نفسك شوية، أو صابر على شيء برضو، عشان قلبك الطيب ده داخل على مرحلة جديدة، متفائل، زي ما تقولوا مغامر، عندك روح مغامرة. ليه؟ لأن في هدف ظاهر قدامك وانت رايح له بسرعة البرق، رايح له بسرعة جدا، وبرضو الحوت ما شاء الله لما بيركز تركيزه عنيف، ان شاء الله هتوصل للهدف اللي انت رايح له ده يا حوت. وكمان عندك طاقة انتصار، يعني اللي بيحصل هنا حالة الدفاع عن النفس، لا انا ما عملتش كده، ده مش صح، انت ده في ظلم بيحصل، الخناقات والمشاكل دي، ان شاء الله منتصر يا حوت، انتصار. وكمان طاقة ابداع، والحوت معروفين ان هم بيبقوا اكتر في الحاجات اللي فيها فن وابداع، كتابة، رسم، الحاجات اللي فيها فنون، عندك طاقة ابداعية ان شاء الله هتساعدك توصل للهدف اللي انت بتجري عليه ده. بشكرك يا بوسي، ان شاء الله يكون خير، انا مش فاكره كانت القرايه ايه. في عيله جديده، الناس اللي ما ارتبطوش من الحوت، في عيله جديده، زواج، وزواج ان شاء الله سعيد، زواج العمر باذن الله، او انه الناس المرتبطين اوريدي دي حالتهم، دي صورتهم الحمد لله، العيله متقاربه ومتماسكه والحمد لله الدنيا حلوه، الصحه حلوه يا حوت ما شاء الله، دي صحه، ده نجاح، دي الحالة المعنوية عندك، حالتك المعنوية حلوة الحمد لله، أو إن شاء الله هتكون اتحسنت عن اللي حصل ده، يعني حالة الحزن اللي انت فيها دي مش هتطول، وانت يا حوت فعلا مودك متقلب وحاسيسك بتتقلب بسرعة جدا، فإن شاء الله حالة الحزن اللي انت فيها دي أو حالة الزعل دي هتروح بسرعة جدا جدا، هيحل محلها شمس، والشمس دي بتعبر عن الوضوح، الدنيا واضحة، الصورة واضحة، الهدف واضح، الهدف واضح يا حوت، السكة مفتوحة، جو. الصحة الحمد لله كويسة، في مرح، في أمان، السور ده بيوحيلي بالأمان، عندك أمان، وحالتك النفسية الحمد لله كويسة. ألخص القراءة بسرعة، في حالة حزن دلوقتي يا حوت، ممكن تكون زعلان أو إن شاء الله تكون عدت خلاص، حالة هم يعني هم شديد، الهم ده أعتقد ناتج عن حالة دفاع عن النفس، في مشكلة ما أنت بتحاول تدافع عن نفسك فيها، دخل فيها أطراف كتير، عملوا لك زحمة كتير قوي قوي ملهاش أي داعي،
ارجوك طلع الناس دي، ملهاش اي لازمه، طلعهم. في حاله تطور مادي ان شاء الله، حالتك الماديه بتتطور، وحاله استقرار كويسه جدا، عيلتك ملمومه حواليك وفخورين بيك. في حاله صبر او حاله تضحيه شديده جدا عند الحوت، يعني بالراحه على نفسك شويه، بالراحه بلاش تضحيه بزياده. الناس اللي مش مرتبطين عندهم بدايه عيله جديده ان شاء الله، شكل ارتباط هيتم. الناس المرتبطين ممكن تكون حالتهم العاطفيه كويسه. في مغامره، في مغامره انت هتقوم بيها، حاجه انت مش متعود تعملها يا حوت، فيها شويه مجازفه، فيها شويه ريسك، بس يستاهل. ولو ان شاء الله كروتي دي صح، ان شاء الله الحاجه اللي انت بتاخد فيها الريسك دي، الهدف اللي انت رايح له ده، نهايته نجاح وانتصار، الاثنين انتصار ونجاح. ادي القرايه، حلوه قوي يا حوت، حلوه قوي. طيب ايش الحوت؟ يعني ايه ايش الحوت؟ الحوت هو برج الحوت حبيبتي، البروج يعني. ما تعرف حلقه ميعادها بالظبط امتى؟ هي ايه يا شيماء؟ يعني البت بيبقى الساعه كام؟ يوم ويوم بعد الساعه 12، يعني 12 ونص، واحده الا شويه حاجه كده. الحوت في البحر بالظبط يا عمر. القوس والاسد في تفريق، وهل في سبب سحر؟ طيب شموخ، خلينا نسال اسئله الكارت الواحد بعد ما نخلص القراءه. يا حبيبة قلبي يا روز، بتجيبي الكلام ده منين؟ انتي عسلية. ميرسي يا روز، يا كوكي انتي اللي عسلية. ان شاء الله حبيبة قلبي يا سوريا، بإذن الله حبيبتي ربي يبعتلك الخير يا رب. جيميناي حاضر قريب قوي، بشكرك جدا يا هشام. بالظبط تعملوا زي ما ولاء بتقول، كل يعمل لايك وشير بليز لللايف للي عاجبه، ده الموضوع ده بيدعمني جدا يا جماعة، وفعلا بيحسسني ان انا نجحت. ايه عرفك انه هينتصر؟ والله يا عمر الكروت اللي انا بشوفها فيها رسائل، انا دي الرساله اللي انا شفتها، وان شاء الله تتحقق. مش تتمنى تنتصر ان شاء الله؟ شايمه، هو الموضوع مش ماشي بدقه فظيعه قوي كده، يعني هو زي ما قلت لك يوم يوم لا، يعني احنا النهارده الاثنين، اللايف اللي جاي هيكون يوم الاربعاء نفس الميعاد بالظبط. اوكي مينا، ليه كده يا مينا؟ اصبر شويه، انت ممكن تكون زعلان دلوقتي زي ما هو واضح عندي، بس انت عارف لو انت حوت، لو انت برج الحوت، احنا مشاعرنا متقلبه شويه وبنصفى بسرعه. استنى شويه، بلاش تاخد قرار انفصال دلوقتي. احجار الحوت، ايوه معتز معانا اهو، رحبوا معانا بمعتز احمد، معتز موجود معانا في اللايف. وزود كمان حجر، انا كنت ناسيه حجر الفيروز، وتقريبا ده حجره فعلا المميز لبرج الحوت. معتز معانا هنا يا جماعه، لو حد عنده اي سؤال بليز يدخل يسال. المجموعه الثانيه يا باري هي هي العشره التانيين من الشهر بتاع برج الحوت. اوكي الطور حاضر قريب جدا يا نرمين حبيبة قلبي، الأمل طبعا موجود، ويعني إن شاء الله. أنا شفت القراية حلوة قوي، حلوة جدا. صباح الفل يا زينب، أهلا أهلا حبيبتي. فيز غير اللي نزلتي أول امبارح، ليه يا صفا في مشكلة في القراية حبيبتي ولا إيه؟ النفسية حاليا يا حبيبة، لو أنت من المجموعة الأولى، النفسية مش تمام قوي، بس إن شاء الله هتظبط قوي قوي قوي. طيب اطلع الناس دي ازاي؟ ناس مين يا داليا؟ الناس اللي في الخناقه. بصي، تجاهل اول حاجه، حد مثلا بيديكي بقى النصيحه وانت ليه تعملي كده وانت ازاي تعملي كده، ما ترديش. هو كده فهم، وصلته المسج انك انت مش قابله لاستقبال اي نصايح او اي تدخل في الموضوع. ما تاخديش وتدي، الجدال هو ده اللي بيفتح المواضيع. بمنتهى الذوق والادب، صمت، ذا سايلنس تريتمنت، بس كده. نغم، ما شفتش سفر حبيبه قلبي. وحطي لنفسك، ودايما مش بس الحوت يا جماعه، كلنا لازم دايما، انا اتعلمت الحكايه دي في حياتي، ان ما اسمحش لحد يتعدى الحدود اللي محطوطه له، بس كده هنرتاح كلنا. يا ريهان، ده انت اللي منوراني ومنوره اللايف كله.
المايك. طيب اصل عارفه من غير المايك كان الصوت بعيد قوي، كان الناس تسمعني بصعوبه. وقدامي ريسك بفكر فيه، مش عارف لسه هيكون خير ولا لا. اوكي طيب، فادي اللي انا شفته الريسك اللي انت يعني you're about ان انت تاخده ده، نهايته كويسه، نهايته فيها انتصار وفيها نجاح. يعني حياتنا برضو لازم يكون فيها شويه ريسك، حتى من نوع يعني يبقى من باب كسر الملل، فاهم قصدي؟ ان شاء الله يا رأفت تكون صحيحه باذن الله. طيب هسيب الرسائل، لاني لو قعدت على الرسائل بجد مش هقرا حاجه. طيب هنبتدي دلوقتي القراءه العاطفيه لبرج الحوت المرحله الاولى. شوف اخبار الحوت ايه المجموعه الاولى عاطفيا. حلو قوي. بوم بوم بوم. حساسية الحوت يا جماعة، وأنا معاكوا على فكرة، سبب رئيسي في أسباب تعبه في حياته بجد، وسبب مشاكل كتير قوي. يعني ما تظبطوا الدنيا كده. الحوت عايز ايه؟ الحوت على وشك ياخد خطوة او قرار، او قرار بس خايف من التوابع بتاعته. او انا بقى عايز اقول لكم، يعني خلينا يعني اقولها صح، او خايف ما يقدرش. نفسه يعني يعمل حاجة جديدة في العلاقة دي، عايز يعمل حاجة جديدة فيها، يصلحها، يخلصها، عايز يعمل اكشن، عايز يعمل حاجة. هو تقريبا على وشك ياخد قرار ان هو او يعدل حتى في العلاقة، يعمل شوية تعديلات. شايف شريكه ازاي؟ شايفه الساحر، عنده ادوات كتير قوي، او عنده تقريبا اغلب الحاجات اللي هو محتاجها، الحاجات اللي هو نفسه تكون في شريكه، هو شايفها موجوده في شريكه فعلا. وشايفه شخص طموح، شخص مبدع، يعني شايفه حاجات كويسه جدا. والطاقه حلوه جدا، الطاقه فيها حظ، فيها عجله حظ، بمعنى انه عارفين القفلات اللي بتحصل بدون سبب، بدون سبب كده تلاقي الكابل كده، لا هتبتدي القفله دي تفك، القفله دي هتفك ان شاء الله، وفي تيسير ان شاء الله. الحاله فيها تيسر، الطاقه كده دلوقتي، حاولوا تستغلوها دلوقتي. الشريك نفسه يبتدي، عايز يبتدي مرحله جديده معاك، مش معايا حد تاني، معاك. ابتدي عايز يعمل صف، يبتدي صفحه جديده. اوكي، يمكن يكون اخطا، جايز يكون شريكك اخطا، ونفسه في حالة هدوء ما بعد العاصفة. شكل كان في عاصفة جامدة شغالة، ونفسه عارفين ده الهدوء اللي ما بعد العاصفة، شوية هدوء وروحانيات وشوية حنية بقى. طيب شريكك بقى شايفك ازاي يا حوت؟ شايفك خايف، شايفك ما بتاخدش اي خطوة، بس اللي هو مش عارفه ان انت على وشك ان انت تاخد خطوة، بس هو شايفك ان انت ما بتعملش اي خطوه خالص، ما بتعملش اي حاجه. في حب، حاسين بحب الفتره دي، حاسين بحب وعايزين تدوا لبعض، يعني في عطاء، عايزين يعني عطاء تدوا لبعض. في شيء كان مستخبي حياه عرف، يمكن كان حاجه تخص شريكك يا حوت، او حاجه تخصك انت. دي الاسرار، ده كارت الاسرار، ذا هاي بريستس. او برضو دي حاله برضو من حالات التدين الشديد جدا، اللي هو التوجه نحو الدين جدا.
زي ما تقولوا انتوا من كتر يعني الالم اللي انتوا حاسينه من العلاقه، خلاص رميتوا بقى حمولكوا كلها على ربنا، فوضتوا امركوا لله خالص. ده هيأثر عليكوا بالبعد. ده مش عايزه اقول فراق، ما بقتش اقول عليه فراق، بعد يعني واخد جنب الحوت او شريكه، واخد جنب. بس هو سايب وراه ايه؟ سايب وراه كوبايات، الكوبايات دي كلها حب، مشاعر، حاجات حلوه جدا. ليه الحساسيه المفرطه اللي عندك يا حوت؟ وكمان توقعاتك، المعامله اللي بالمثل، ان انت زي ما بتعامل تتعامل، ده سبب كبير جدا في مشاكلك، في مشاكلنا العاطفيه. يعني احنا بنتعامل بطريقه، فلازم سقف التوقعات ينزل يا حبيبي. ما تبقاش كل حاجه انت بتعمل بحنيه، وانت بتدي، وانت بتسامح، وانت بتعمل كل حاجه، بس عشان شريكك ما بيعملش الحاجات دي قصادها فانت محبط. لا، انت تعمل بطريقتك وهو بيتعامل بطريقته، فما تتصدمش وما تزعلش ان هو مش بيعاملك بنفس الطريقه او بالطريقه المتوقعه اللي انت كنت متوقعها منه. ده مش معناه ان هو ما بيحبكش على فكره، لا، بيحبك وعايز يبتدي معاك صفحه جديده، وعايز الدنيا تهدى، و لا، بيحبك جدا. اوكي، اللي عنده مشكله في الصوت يا جماعه يخرج ويدخل تاني. حاولوا تتفادوا يا جماعه كارت البعد ده، بالعكس قربوا اكتر، قربوا من بعض. يعني ده بلاش منه، ملوش لازمه. يعني عارفين في قرايات تانية كنت بشوف فيها مثلا ان الشريك مش سائل اصلا، مش شايفك اساسا. لا، شريكك حاسس بيك وشايفك وعايز يقرب منك.